الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل مدرسة على الهواء. النهاردة هنشرح درس جديد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، المولد والنشأة. قبل ما نبدأ درسنا النهاردة نسترجع مراجعة بسيطة عن الدرس اللي فات اللي هو أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام وقبل مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا عن الحياة الدينية، واتكلمنا عن الحياة الثقافية، واتكلمنا عن الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية، وقلنا ان الحياة الاقتصادية اللي كانت متمثلة في الزراعة والصناعة والتجارة والحرفة الرئيسية عند أهل شبه الجزيرة العربية هي كانت حرفة رعي الأغنام. وطبعا عارفين ان الزراعة كانت قليلة وذلك لقلة الامطار. بالنسبة للصناعات اللي كانت موجودة كانت صناعة السيوف وصناعة الرماح، يعني صناعات بسيطة. وبالنسبة للتجارة كان في رحلتين اللي هي رحلة الشام في الصيف الى الشام ورحلة الشتاء الى اليمن. يبقى كان في رحلتين تجاريتين بيقوموا بيها اهل شبه الجزيرة العربية. كمان الاسواق بتاعتهم ما كانتش للتجاره فقط، هي كان ليهم مكانه تجاريه عظيمه، بس التجاره الاسواق بتاعتهم ما كانتش للتجاره فقط، ولكن كانت لتنافس الشعراء لانهم كانوا مبدعين جدا في الخطابه وفي القاء الشعر. دي بالنسبة للحياة الثقافية. بالنسبة للحياة الاجتماعية ظهر عندنا البدو وأهل البدو اللي هم يعيشوا في الصحراء، والحضر اللي هم بيعيشوا في المدن، وطبعا كان في عادات إيجابية وعادات سلبية. النهاردة بقى هنتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم، المولد والنشأة. درسنا النهاردة بسيط جدا، هنتكلم فيه على مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم عن مولده. طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتولد يوم الاثنين 12 ربيع الاول وعام 570 ميلادي. العام ده كان معروف عند العرب قديما بانه عام الفيل. ليه سمي بعام الفيل؟ ده دايما سؤال بيجينا ويقول لنا لماذا سمي عام مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بعام الفيل. طبعا عام الفيل هو العام اللي حاول فيه أبرهة الحبشي هدم الكعبة. ليه عايز يهدم الكعبة؟ ليصرف الناس عن زيارة الكعبة لكي يتوجهوا إلى الكنيسة اللي هو بناها في اليمن. عمل كنيسة كبيرة جدا في اليمن وبناها من الذهب، وقال إن هو الناس كلها تروح تزور الكنيسة في اليمن. فطبعا أرسل جيش كبير جدا من الفيل زي ما احنا شايفين قدامنا، من الفيل، عدد كبير جدا من الفيلة، لأن الفيلة ضخمة. وربنا سبحانه وتعالى حفظ بيته وهلك أبرهة وجيشه. هلكوا ازاي؟ طبعا دي كانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى ونزلت في القرآن الكريم، وزي ما احنا شايفين آدي الطيور بتحمل حجارة من النار، امتلأت السماء بهذه الطيور وألقت هذه الطيور كل الحجارة على جيش أبرهة والفيلة فصعقوا جميعا. بيجي لي هنا دايما سؤال بيقول لي ما النتائج المترتبة عن إرسال أبرهة جيش كبير لهدم الكعبة؟ النتائج هنا هنقول حفظ الله بيته وهلك أبرهة وجيشه، وهلك أبرهة وجيشه زي ما احنا شايفين. يبقى عام الفيل هو العام اللي حاول فيه أبرهة الحبشي هدم الكعبة لصرف العرب عن زيارتها والذهاب إلى كنيسته باليمن. طيب مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اتولد سيدنا محمد يتيما، يتيما يعني هو ما شافش والده. ليه؟ لأن والده أثناء عودته كان في رحلة تجارية إلى الشام، وأثناء عودة والده عبد الله توفي ولم يراه، اللي هو كانت لسه والدته لم تنجبه. فلما توفى والده لم يراه سيدنا محمد، ففرح جدا جده وبني هاشم كلها العائلة بتاعته بمولده، فأخذوا جده وطاف به حول الكعبة، وطاف به حول الكعبة وأسماه محمدا ليكون محمودا في الأرض وفي السماء. طيب بيجي لي هنا سؤال يقول لي بما تفسر فرحة عبد المطلب جد الرسول بمولد الرسول الكريم؟
طبعا لأنه عطاء من الله وتعويضا عن فقدان أبي، لأنه عطاء من الله وفقدان عن فقدان أبي. تمام، يبقى هقول الحتة دي تاني. مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اتولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم 12 من ربيع الأول 570 ميلاديا، والعام ده عرف عند العرب بعام الفيل. طبعا زي ما قلنا ان فرح جده بمولده لانه كان عطاء من الله وتعويضا عن فقدان ابيه. لما اتولد سيدنا محمد اخدوا جده وطاف بيه حوالين الكعبة وسمى محمدا، وطبعا الاسم ده ما كانش متداول عند العرب قديما، فاسمى محمدا ليكون محمودا في الارض وفي السماء. بالنسبة لنسب سيدنا محمد، هو محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. بيمتد نسب سيدنا محمد إلى عدنان، ولد إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام. طبعا السيدة آمنة هي والدته، وطبعا كانت من خيرة أهل قريش. بالنسبة لطفولة سيدنا محمد، كانت طفولة كلها خير وبركة على العالم كله. كان زمان الأشراف قريش أو أشراف مكة كانوا بيرسلوا أبنائهم إلى البادية، البادية اللي هي الصحراء. ليه كان بيرسلوهم للبادية؟ دي هنا ثلاث أسباب لازم تحفظهم، لازم تحفظهم وتعرف، لأن ده سؤال بيجي لك بيقول لك بما تفسر إرسال الأبناء إلى المرضعات في البادية أو إلى الصحراء؟ ليه؟ لكي يكتسبوا فصاحة اللسان، قوة البنيان، رجاحة العقل. هم ثلاث حاجات. يبقى لماذا أو بما تفسر إرسال أبناء قريش إلى الصحراء أو إلى البادية؟ لكي يكتسبوا فصاحة اللسان، قوة البنيان، رجاحة العقل. دي كانت من أهم العوامل اللي كانت بسبب إن هم يرسلوا أبنائهم إلى البادية. تمام؟ طيب، قعد عند السيدة حليمة السعدية اللي هي كانت المرضعة بتاعته، يبقى المرضعة بتاعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت السيدة حليمة السعدية. كان خير وبركة لبني سعد كلهم. الست حليمة السعدية دي كانت ست بسيطة، وكانت عندها أغنام بسيطة، وأول ما ذهب إليها سيدنا محمد كان أدم الخير عليها، عمت البركة وعم الخير على بني سعد وعلى أسرة السيدة حليمة السعدية، والخير دوت انتشر في النبات وفي الإنسان وفي الحيوانات، بقت الأغنام بتاعتها تدر لبنا أكثر ولحما، فكان خير وفتحت خير عليها وعلى أبنائها وعلى بني سعد كلهم. قعد عند السيدة حليمة السعدية لحد ما تم الأربع سنين، وأرسل إلى والدته السيدة آمنة بنت وهب. سيدة آمنة بنت وهب توفت وهو في سن السادسة، يعني قعد أربع سنوات عند السيدة حليمة السعدية المرضعة بتاعته، وذهب عند والدته السيدة آمنة بنت وهب اللي خدته عشان يزور أخواله، وهي رجع بيه إلى مكة. توفت وهو كان في سن السادسة من عمره. طيب، مين اللي هيتكفل برعاية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا اللي هيتكفل بيه جده عبد المطلب. جده عبد المطلب كان بيحبه جدا طبعا، عشان عوضه عن فقدان أبيه، وطبعا كان عطاء من عند ربنا. فتوفي عبد المطلب والرسول عنده 8 سنوات، والرسول عنده 8 سنوات. يبقى نراجع مع بعض السنين ديت. يبقى قعد عند السيدة حليمة السعدية لحد ما تم 4 سنين، وتوفيت والدته وهو في سن السادسة من عمره، وتوفي جده في سن الثامنة من عمره. زي ما احنا شايفين كده، نراجع مع بعض. السؤال ده مهم جدا يا ولاد، ونكتبه قبل ما نتنقل لنقطة جديدة. نكتب السؤال اللي ظهر قدامك على الشاشة دلوقتي، اللي هو بيقول لك كان من عادات العرب إرسال أبنائهم إلى مرضعات في البادية اللي هي الصحراء، بما تفسر؟ سؤال مهم ونكتبه مع بعض. ليه؟ لأن العيش في البادية يكسبهم فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة العقل. اوعى تنسى واحدة من دول، اوعى تنسى
نقطة من دول، يبقى فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة العقل. تمام. وبرضو ما ننساش، انا جايبها لك ملونها لك بالوان مختلفة اهو، مرضعة الرسول من بني سعد اللي هي السيدة الحريمة السعدية، مكث عندها 4 سنوات وارسل الى ولادته زي ما احنا شايفين. بعد ما توفى جده عبد المطلب كفله عمه ابو طالب، يعني تكفل برعايته، وكان عمه ابو طالب بيحبه جدا، بيحبه حب شديد جدا. طبعا عمه ابو طالب كان كثير العيال، فلم يرضى الرسول ان يكون عبء على عمه، فعمل ايه؟ قال انا هشتغل بحرفة الرعي، وكان سنه صغير، قال انا هشتغل بحرفة الرعي. ليه كان الرسول عايز يشتغل بحرفة الرعي؟ وذلك ليساعد عمه ويخفف عنه، يخفف عنه اعباء الحياه، لانه كان كثير العيال وكان بسيط جدا وفقير. يبقى لماذا اشتغل الرسول بحرفه الرعي؟ وذلك ليخفف عن عمه ابو طالب، ولانه كان مرهف الحس وكان حساس جدا، فقال انا مش هبقى عبء على عمي، فانا هقوم اشتغل بالرعي. حرفة الرعي أكسبته صفات جميلة جدا، أكسبته صفة التواضع، إن هو ما اتكسفش إن هو يشتغل بحرفة الرعي. مش بس كده، لأ، ده أكسبته كمان الشجاعة، إن هو كان بيدافع عن الحيوانات اللي بيرعاها الأغنام من أي وحش يجي يتهجم عليها، وكمان الرحمة والعطف اكتسب فيه من حرفة الرعي الشجاعة والرحمة والصبر، لأنه كان بيقعد فترة طويلة بيرعى الأغنام وقاعد في الصحراء بيرعى الأغنام. فدي صفات حلوة جدا تحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وبيجي لك سؤال هنا، نقط، بيقول لك تعلم الرسول الكريم من حرفة الرعي نقط ونقط ونقط. هنقول الصبر، وهنقول الشجاعة، وهنقول التواضع. طيب، يعني صفات الرسول كانت صفات جميلة جدا، واكتسب برضو صفات تانية لما اشتغل بالتجارة، واشتغل في بداية حياته وهو صغير السن بحرفة الرعي. طيب اشتغل حرفة تانية؟ اشتغل حرفة التجارة. اشتغل حرفة التجارة لانه كان بيخرج مع عمه ابو طالب الى رحلات التجارة اللي كانت بتروح الى الشام، وطبعا اتصف من خلال عمله بحرفة التجارة وهو عنده 12 سنة، اكتسب الامانة، وطبعا كان امين وصادق في تعاملاته التجارية، فلقب بالصادق الامين، لقب بالصادق الامين. طبعا لما كان بيروح للرحلات التجارية دي كان بسماحته وطيبة قلبه وامانته وصدقه الناس كلها كانت بتشيد به وتشيد بهذه الصفات الحسنة. الرسول منذ ولادته لم يسجد لصنم، صفة برضو من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ان هو ما سجدش لصنم، لم يشرب الخمر، لم يلعب الميسر، كان صادق عفيف طاهر. كل دي الصفات التي تحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسيدة خديجة كانت بتعمل في التجارة، فلما سمعت ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحلى بهذه الصفات ارسلت له غلامها ميسرة. ميسرة ده الغلام اللي كان ماسك تجارة السيدة خديجة رضي الله عنها، وعرضت عليه ان هو يعمل في التجارة باموالها، لانها كانت سيدة غنية جدا. فقبل الرسول وخرج في رحلة تجارية مع ميسرة غلام السيدة خديجة. فرجع ميسرة من هذه الرحلة التجارية يحكي عن الصفات الجميلة ورحلته مع الرسول صلى الله عليه وسلم في التجارة، وقد ايه الناس كانت مبهورة بصدقه وامانته، والارباح اللي طبعا كانت من وراء هذه الرحلة ارباح كتيرة جدا، وسمحته في البيع وفي الشراء ومعاملته الجميلة للناس. فاعجبت السيدة خديجة بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم وامانته، وقررت ان هي تتزوجه.
فكان خير زيجة، خير شاب لخير سيدة، من خير في قبيلة قريش. فطبعا كان زواج يعني اتنين من خيرة الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات. فكان الزواج دوت يعني أنجبت السيدة خديجة ولدان وأربع بنات، ولدان وأربع بنات. زي ما احنا شايفين دلوقتي أهم الصفات اللي تحلى بها الرسول: لم يسجد لصنم، الصبر والتواضع، لم يشرب الخمر، ولم يلعب الميسر، وصادق وأمين، وتحلى كمان بالشجاعة والرحمة. السيدة خديجة سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخلاقه، فأرسلت له غلامها ميسرا. خلي بالنا من اسم الغلام الذي كان يعمل مع السيدة خديجة، وهو ميسرة. زي ما احنا شايفين في الصورة ان هي كانت قافلة من الإبل، كانت بتحمل البضائع وبتسافر إلى بلاد الشام. زي ما انا قلت لك قبل كده في الدرس اللي فات ان كان في رحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، ورحلة الصيف كانت إلى الشام زي ما احنا شايفين. وكانوا بيسيروا بضعة أيام في الطريق ويذهبوا للتجارة. فطبعا الرسول تاجر، تاجر بمال السيدة خديجة رضي الله عنها. هنشوف مع بعض مجموعة من الأسئلة نكتبها مع بعض علشان نفتكر بيها الدرس. أكمل العبارات الآتية: ولد الرسول في، مين اللي هيقولي اتولد امتى، في ايه، ولد في ايه؟ من ربيع الأول عام، اتولد الرسول يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام. أنا سمع حد بيقول لي 570 ميلادية. طب مين اللي هيقول لي كان اسم العام إيه؟ طبعا كان يسمى بعام الفيل. يبقى ولد الرسول في الثانية عشر من ربيع الأول عام 570 الذي كان يطلق عليه عام الفيل. السؤال الثاني: توفت والدته وهو في سن، توفت السيدة آمنة بنت وهب والرسول صلى الله عليه وسلم في سن، ها، السادسة ولا الرابعة؟ أيوة السادسة، السادسة من عمره. أمال في سن الرابعة كان فين؟ تركته السيدة حليمة السعدية أو أرسلته إلى والدته السيدة آمنة. كفله جده، يعني رباه. كلمة كفله يعني رباه، رباه جده. جده كان اسمه إيه؟ ها مين اللي هيجاوبني؟ انا سمع حد بيقول لي عبد المطلب. جد الرسول عبد المطلب. سؤال رقم 4: تزوج الرسول من السيدة، تزوج الرسول من السيدة. طبعا الرسول كان سنه 25 سنة والسيدة خديجة كان سنها 40 سنة، بس كانت بتخاف عليه جدا وترعاه، وهي اول من امن به من النساء. يبقى السيدة خديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد التي اعطت له مالها ليتاجر به. سؤال رقم 5: عمل الرسول بحرفة، الرسول عمل بحرفتين، حرفة ايه وحرفة ايه؟ اول حرفة كانت حرفة، ها، الزراعة ولا الرعي؟ أنا سمع حد بيقول لي الرعي. برافو، عمل الرسول بحرفة الرعي. وحرفة إيه كمان لما كان عنده 12 سنة وخرج مع عمه أبو طالب؟ أيوه حرفة التجارة. برافو. طيب سؤال رقم 6: من صفات الرسول، طبعا الرسول عنده صفات جميلة جدا، أشهرهم هي الصدق والأمانة. الأمانة والصدق، يبقى من صفات الرسول الصدق والأمانة، أو الأمانة والصدق والتواضع والشجاعة. بس الصفتين دول التميز بيهم لأنه كان يعمل بالتجارة فلقب بالصادق الأمين. يعني ممكن يجي يقول لك لقب الرسول صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالصادق الأمين. نشوف نوع تاني من الأسئلة: اكتب كلمة صواب أو خطأ. يا أولاد نخلي بالنا، صح او غلط او صواب او خطأ، تكتب كلمة صواب او خطأ امام العبارات الاتية. ودايما تخلي بالك من كلمة مع التصويب، نخلي بالنا من كلمة مع التصويب. يمتد نسب الرسول صلى الله عليه وسلم الى اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام. أيوة يمتد نسب الرسول إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، صح ولا غلط؟ العبارة صحيحة. برافو، العبارة صحيحة. تمام. طيب السؤال اللي بعده: مكث الرسول، مكث يعني فضل، فضل موجود في بيت السيدة حليمة السعدية 3 سنوات، يعني قعد عند السيدة حليمة السعدية. طب مين حليمة السعدية دي؟ قلنا مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قعد كم سنة؟ قعد كم سنة؟ وطبعا كان
الوقت اللي قعد فيه عند السيدة حليمة السعدية، حلت البركة والخير على بني سعد كلهم، حل البركة والخير على كل إنسان وكل حيوان وكل نبات في بني سعد. فقعد كام سنة؟ قلنا قعد كام سنة، ها مين هيقول لي؟ 4 سنين. يبقى العبارة دي غلط، هيبقى هنحط خط تحت 3 وهنكتب 4 سنوات، هنحط خط تحت 3 سنوات ونحط كلمة 4. برضو سؤال تاني، عرف الرسول في شبابه بالصادق الأمين، عرف الرسول صلى الله عليه وسلم في شبابه بالصادق الأمين، طبعا إجابة صحيحة. طيب نفهم كده من درسنا النهاردة إن سيدنا محمد أرسل لهداية الناس ونشر الدين الإسلامي ونشر عبادة الله الواحد لا شريك له، وليخرج الناس من الظلمات والجهل اللي كانوا عايشين فيها قبل ظهور الإسلام وقبل مجيء سيدنا محمد إلى النور. أتمنى أني الدرس بتاعنا النهاردة يكون سهل عليكم ويكون بسيط والمعلومات تكون بسيطة، وأشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله ودرس جديد من دروس التاريخ، ونكمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وصفاته الجميلة اللي لازم إن احنا نتحلى بيها، ونراجع الدرس بتاعنا من الكتاب ونحل الأسئلة. وأي سؤال أنتوا تحبوا تسألوا عليه يكون غامض بالنسبة لكم تكتبوهن على صفحتنا على الفيسبوك مدرسة على الهوى. أتمنى نكون قد أسعدناكم، وإلى اللقاء في درس إن شاء الله من دروس مادة الدراسات الاجتماعية الأسبوع المقبل إن شاء الله. كنت معكم دكتورة ميرفت صلاح خبير دراسات اجتماعية، شكرا.